سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبر إذاعة وتلفزيون دولة الكويت أحييكم وأنقل لحضراتكم وقائع افتتاح حديقة الشهيد المرحلة الثانية، حيث يتفضل سمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برعايته وحضوره وقائع افتتاح حديقة الشهيد في مرحلتها الثانية. أيها الأخوة والأخوات، يصل في هذه اللحظات سمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ليشمل برعايته وحضوره حفل افتتاح حديقة الشهيد في مرحلتها الثانية. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، ومن موقع حديقة الشهيد التي تعتبر أيها الأخوة والأخوات تعتبر تحفة معمارية ومعلما سياحيا لدولة الكويت، جاء بناؤه بطريقة مبتكرة، والآن كما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات يفتتح سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه حديقة الشهيد في مرحلتها الثانية. إذن أيها الأخوة والأخوات، يقوم الآن سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بجولة استطلاعية في حديقة الشهيد في مرحلتها الثانية للاطلاع على ما أنجز من مشاريع، وبمعيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، إن مشروع حديقة الشهيد في مراحلها تعتبر تحفة معمارية ومعلما سياحيا لدولة الكويت، جاء بناؤه بطريقة مبتكرة استخدمت فيها جميع الوسائل المتطورة لتضفي على الصرح طابعا جماليا راقيا يحظى بإعجاب زواره، إذ تعتبر حديقة الشهيد أيقونة رائعة. ونحن نشاهد وإياكم هذا المشروع الجميل الذي تم إنجازه في مرحلتها الثانية، والذي ستكون مميزة لما تحتويه من أفكار تعرض لأول مرة في الكويت. سنتعرف على أهمها أيها الأخوة والأخوات في هذه الصور الحية والمباشرة التي تشاهدونها أيها الأخوة والأخوات في حديقة الشهيد التي أصبحت من المعالم الرئيسية والسياحية لوجه الكويت المشرق بفضل القائمين عليها، والتي تبرز حضارة الكويت للزائرين إلى جانب المواطنين والمقيمين. وأيضا أيها الأخوة والأخوات، تحتوي الحديقة على تصاميم تعبر عن فكرة معينة ومنبر لدولة الكويت يروي قصة الأرض وتاريخها وثقافتها،
فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، بهذه المشاريع وبهذا المشروع الفريد من نوعه في تطوير حديقة الشهيدة، كونها معلما حضاريا لدولة الكويت، إن مشروع تطوير حديقة الشهيد أيها الأخوة والأخوات ليس مشروعا ذات بعد واحد، بل يمكن القول أنه مشروع رائد تعليميا وثقافيا وترفيهيا. إن إنشاء حديقة الشهيد كان برغبة من سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تخليدا لشهدائنا الأبرار التي ارتوت أرض الكويت الطاهرة بدمائهم الزكية، ولتظل فخرا واعتزازا للكويت ولأهلها وما جسده شهداء الكويت الأوفياء من تضحيات وبطولات من أجل الوطن. إن رؤية صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه كان يتطلع بشكل دوري على مجسمات المشروع وعلى خريطة العمل بكل دقة، وإن تلك الصروح المميزة كانت نتيجة لرغبة سامية من سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لتحقيق الإنجازات لأبنائه الكويتيين والمقيمين. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، نتابع وإياكم وعبر هذه الصور الحية والمباشرة من حديقة الشهيد في إنجاز المشروع في مرحلة الثانية، نتابع بإعجاب شديد لهذه الإنجازات وهذه المعالم الحضارية التي تم الانتهاء منها في المرحلة الثانية من حديقة الشهيد. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، ما زال سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يقوم بجولة استطلاعية في حديقة الشهيد في مرحلتها الثانية للاطلاع على ما أنجز من مشاريع، وبمعيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. إذن أيها الأخوة والأخوات، هذه الإنجازات وهذه المعالم الحضارية التي تشاهدونها والتي ينجزها الديوان الأميري، سواء كانت في المجال الثقافي والمرافق الشبابية والحدائق والأبنية الصحية ومشاريع أخرى، منها ما أنجز وأخرى ما زالت تحت التنفيذ، وبالطبع فإن تلك الصروح كانت نتيجة لرغبة سامية من سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لأبنائه المواطنين والمقيمين، وتنفيذا أيضا للرغبة السامية تم إنجاز العديد من المشاريع التنموية التي ترتبط بمختلف القطاعات الخدمية في البلاد، والتي ستساهم بلا شك في نهضة الكويت عمرانيا وثقافيا واقتصاديا. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، لا زال سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يقوم الآن بجولة استطلاعية في حديقة الشهيدة
في مرحلتها الثانية. للاطلاع على إنجازات هذا المشروع وبمعيته سمو ولي العهد شيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، ورغم كل ما سبق أيها الأخوة الأخوات ذكره من إنجازات تفخر بها الكويت والكويتيون، فإنها تبقى حروف صغيرة في كتاب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، الذي كانت ولا تزال وسوف تبقى يسكن في قلبه عشقها، فأخلص لها وكرس حياته لخدمتها والوفاء لها. إذن أيها الأخوة والأخوات، إن مشروع حديقة الشهيد والذي تم إنجازه في مراحله الأولى والثانية والذي جاء بناؤه بطريقة مبتكرة أصبح لها طابعا جماليا، تحظى بإعجاب زواره، وتعتبر أيها الأخوة والأخوات هذه المناظر التي تشاهدونها عبر هذه الصور الحية والمباشرة والذي تم إنجازها في المرحلة الثانية، سنتعرف على أهمها في حديقة الشهيدة. والتي أصبحت من المعالم الرئيسية والسياحية لوجه الكويت المشرق، والتي تبرز حضارة الكويت للزائرين عبر المناظر الجميلة التي تشاهدونها أيها الأخوة والأخوات، والتي تحتوي على تصاميم تعبر عن فكرة معينة، ومنبر لدولة الكويت يروي قصة الأرض وتاريخها وثقافتها. ففي عام 2013 أيها الأخوة الأخوات تقدم الديوان الأميرية لصاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمشروع فريد من نوعه لتطوير هذه الحديقة كونها معلما حضاريا لدولة الكويت، فرحب سموه بالفكرة وبدأ العمل على مشروع التطوير وفق دراسة متخصصة ودقيقة، وتم التنفيذ وفق أعلى مستوى تقني وعالمي. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات إن مشروع تطوير حديقة الشهيدة ليس مشروعا ذات بعد واحد، بل يمكن القول إنه مشروع رائدا تعليميا وثقافيا وترفيهيا. إن إنشاء حديقة الشهيدة أيها الأخوة والأخوات
كان برغبة من سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تخليدا لشهدائنا الأبرار التي ارتوت أرض الكويت الطاهرة بدمائهم الزكية، ولتظل فخرا واعتزازا للكويت ولأهلها وما جسده شهداء الكويت الأوفياء من تضحيات وبطولات من أجل الوطن. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، يقوم الآن سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بجولة استطلاعية على نماذج أخرى في حديقة الشهيد في مرحلتها الثانية للاطلاع على ما أنجز من مشاريع ومن أفكار أيضا وبمعيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. إن إنشاء حديقة الشهيد أيها الأخوة والأخوات كان برغبة من سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودائما ما كان رعاه الله يتطلع بشكل دوري على مجسمات المشروع وعلى خريطة العمل. إن تلك الصروح المميزة أيها الأخوة والأخوات والتي تشاهدونها عبر هذه النماذج وعبر هذه المناظر الجميلة أيضا كانت نتيجة لرغبة سامية من سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لتحقيق الإنجازات لأبنائه الكويتيين والمقيمين. نتابع وإياكم أيها الأخوة والأخوات وعبر هذه الصور الحية وهذه الصور المباشرة من حديقة الشهيد في إنجاز المشروع في مرحلته الثانية، نتابع بإعجاب شديد لهذه الإنجازات وهذه المعالم الحضارية التي تم الانتهاء منها في المرحلة الثانية من حديقة الشهيد، والتي ينجزها الديوان الأميرية سواء كانت في المجال الثقافي والمرافق الشبابية والحدائق والأبنية الصحية ومشاريع أخرى منها ما أنجز وأخرى ما زالت تحت التنفيذ. وبالطبع فإن تلك الصروح كانت نتيجة لرغبة سامية من سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لأبنائه المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. وتنفيذا
للرغبة السامية. تم إنجاز العديد من المشاريع التنموية، التي ترتبط بمختلف القطاعات الخدمية في البلاد. والتي ستساهم بلا شك في نهضة الكويت عمرانيا وثقافيا واقتصاديا. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، لا زال سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يقوم بجولة استطلاعية في حديقة الشهيد في مرحلتها الثانية للاطلاع على ما أنجز من مشاريع. وبمعيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. ورغم كل ما سبق ذكره من إنجازات تفخر بها الكويت والكويتيون، فإنها تبقى حروفا صغيرة في كتاب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، الذي كانت ولا تزال وسوف تبقى يسكن في قلبه عشقها، فأخلص لها وكرس حياته لخدمتها والوفاء لها. إذن سيداتي وسادتي، نقلنا لحضراتكم أيها الأخوة والأخوات وقائع افتتاح حديقة الشهيد في مرحلتها الثانية برعاية وحضور سمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.